احنا عدد الوفيات، لان كنا قبل كان عدد بالعشرات فقط المصابين وكنا 30 وفاة، حاليا رانا 400، اكثر من 400، وتعرفي باللي راهو يتنقل اكثر من 400. كاين اشخاص ناس يتسائلوا حقيقه، في كل دوله يقول لك العدد اللي تمدوه راهو مضروب ب 27 في الشارع او يتنقل الفيروس. اذا احنا نحاولوا نعالجوا مرضانا وما يتوفوش، هذا هو هذا يخليه انتقل، نعيشوا معاه، نحاربوه، مستشفيات رانا نجهزوا في نفوسنا وكلش.